السلام عليكم يا شباب. طبعا بقى لي يومين ما نزلتش اي فيديو للكورس الاحترافي لبرنامج التيام بسبب اللي هتشوفوه دلوقتي. يعني احنا كنا شغالين على التيام 17، انا نزلت التيام 19 اللي هو الجديد. طبعا التيام 20 موجود برضو، بس للاسف يعني هو لسه بيتا، لسه تجريبي. انما التيام 19 دي نسخة ستيبل جدا، بالكراك بتاعها هنزلها لكم ان شاء الله. بس هي انا حبيت بس اوريكم الاوبشنز او الامكانيات اللي البرنامج الجديد بيديهالك. بص يا شباب، انا دلوقتي عندي سكيما قدامي، عاوز ان انا السكيما دي المفروض ان انا بنقلها للبي سي بي زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفيديو ده ملوش علاقة بالكورس خالص، الفيديو ده بس انا يعني هوضح فيه انا ليه هسيب التيام 17 وهكمل الكورس على التيام 19. زي ما انتوا شايفين كده يا شباب، انا خلاص بعد ما عملت نقلت الاسكيماتيك بتاعتي في البي سي بي، خلاص الرسومات كلها جات لي هنا زي ما انتوا شايفين. ثواني، دي الكومبوننت بتاعتي كلها، المفروض ان انا هنقلها احطها هنا ارصها في البي سي بي. التيام طبعا يعني بيسهل لك الموضوع بطريقه لا تتخيلها، لدرجة إن إحنا هنرص الكومبوننت دلوقتي وهي في الشكل 3D مش في 2D. ده طبعا يعني ميزة مهمة جدا وسهلة جدا تعملها في برنامج التيام. بصوا معايا يا شباب، فيت بورت. بصوا يا شباب، أنا هروح على السكيما. لو أنا مثلا عايز أرص دي الأول، تمام، وبعدين هرص دي بعدها، وبعد كده هرص دي بعدها، وبعد كده هرص مثلا دي بعدها على حسب الترتيب اللي انا عاوزه، وبعد كده هرص دي بعدها. تمام كده، خلاص انا حددت الحاجات اللي هرصها ورا بعضها. هروح للبي سي بي، كل اللي انا هعمله يا شباب هاجي من تولز، اعمل كومبوننت بليسمنت، اعمل ريبوزيشن سيلكت كومبوننت، هيبتدي يجيب لي الحاجات اللي انا حددتها بالترتيب بالظبط زي ما انا اخترتها في السكيما. تمام، طيب احنا قلنا ان احنا هنرص الحاجه بال 3D، تمام، فاحنا هنقلب 3D. تمام، بعد كده السكيما لسه التحديد طبعا اتشال عشان احنا نسينا يعني نعملها 3D، فاحنا هنحددها تاني من الاول. انا هرص دي الاول، بعد كده دي، وبعد كده دي، بعد كده دي، وبعد كده دي. بعد كده هروح للبي سي بي من قائمة تول، هعمل كومبوننت بليسمنت ريبوزيشن سيلكت كومبوننت، هيبتدي يجيب لي الكومبوننت يا شباب بشكلها 3D وابتدي ارصها هنا في البرنامج. طبعا ده مديول انا اللي عامله المكتبه بتاعته، بس لسه ما حطيتلوش 3D بتاعه. تمام، بعد كده هيجيب لي النود ام سي يو، حطها كده. طبعا يعني ميزه مهمه جدا جدا اللي برنامج التيام بيضيفها لي هنا، ان انا ارص العناصر بالشكل ال 3D بتاعها، بحيث ان انا ابقى متخيل شكل البورد عامل ازاي. كمان ممكن عادي اعمل روتيت لاي عنصر انا عاوزه. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين كده يا شباب المكونات بالشكل 3D بتاعها. طيب الروزيتا دي يا شباب لو انتم شايفين كده المسامير بتاعتها يا اما جوه، ما ينفعش طبعا، لازم المسامير تبقى يا اما بره عشان اعرف اربط السلوك فيها، فبحددها كده بالسبيس وبلفها يا اما بره، ودي برضو نفس الموضوع هلفها يا اما بره. تمام كده يا شباب، كده لفيت الروزيتا دي من بره ودي من بره. لو انا عايز اشوف الدايره من تحت مثلا، زي ما انتم شايفين ده الشكل ال 3D بتاع الدايره. طيب لو انا عايز اجيب اي كومبوننت تاني يا شباب بنفس الترتيب، لو انا مثلا عايز اجيب الكومبوننت دي وهجيب مثلا ترانزستور، اي حاجه يا شباب، انا اللي انا بحدده هنا بيجي لي هنا بالترتيب اللي انا محدده بالظبط، ودي ميزه مهمه جدا في رص الدايره. دلوقتي بقى انا مش محتاج اروح ادور على كومبوننت ولا الكلام ده خالص، انا اللي بحدده في السكيما بيجي لي في البي سي بي على طول. طبعا الفيديو ده بعد ما اشتغلت على التيام الجديد اللي هو من فيرجن 18 وانت طالع كده 19 20 او اي فيرجن ما بين 18 و20، لما اشتغلت على فيرجن 19 قلت لا يعني ما ينفعش ان انا اكمل الكورس بالتيام 17، لان التيام 19 في
في مميزات كبيرة جدا، فما ينفعش ان احنا نكمل كورس على حاجة قديمة، فاحنا هنكمل ان شاء الله الكورس على Altium 19. ان شاء الله برضو هحط لكم رابط التحميل وطريقة التسطيب تحت الفيديو ده، بحيث ان احنا كلنا ننزل Altium 19 ونعمل له السيت اب بتاعته. طبعا هحط لكم رابط برضو الفيديو ازاي تسطبوا Altium 19، او هعمل له انا فيديو صغير كده وانزله واقول ان احنا هنشتغل بدل Altium 17 لAltium 19 ونعمله سيت اب بسرعه. بس انا هحط لكم الرابط بتاع التحميل تحت الفيديو ده وهحطه برضو تحت الفيديو التاني. طيب العناصر اللي انا حددتها في السكيما هجيبها تاني دلوقتي، هلاقيها جت معايا يا شباب، حطه هنا مثلا. تمام، ده العنصر اللي بعده زي ما انتم شايفين كده يا شباب. دلوقتي بقدر ارص الدايره بالشكل ال 3 دي بتاعها، طبعا دي ميزه مهمه جدا. طبعا دي لو انت مثلا بتصمم علبه للمنتج ده هتبقى متخيل شكل المنتج عامل ازاي. طبعا Altium بيضيف لك ميزه مهمه جدا، ان انت لو صممت مثلا علبه على السوليد وورك ممكن تدخل الديزاين بتاعها هنا وترسم البي سي بي ده على العلبه مباشره. تمام، ان شاء الله اشوفكم بقى في الفيديو بتاع السيت اب لـ Altium 19. السلام عليكم ورحمه الله.